السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد Speak English with Mo. محمد أبو دابر معاكم. اليوم حنتكلم عن موضوع جدا حساس، وأنا حاولت جدا بعجه جهيدا نفكر في عنوان للفيديو هذا، فكان العنوان هو كيف تتحصل على أعلى درجة في IELTS Speaking. طبعا حندير سلسلة فيديوهات بعون الله تعالى حول اختبار الايلس من واقع تجربتي الشخصية، سواء كنت أني شخص تقدمت لامتحان الايلس وجبت سكور 9 out of 9 in IELTS speaking، وأيضا حنتكلم عليه من منظور أني كنت مدرس أو I am an English teacher for around 8 to 9 years. منظوري الشخصي وتجارب اللي مرت علي مع عدد كبير من الطلبة اللي دخلوا الامتحان الايلس، وكيف بعض الطلبة تفوقوا وبعض الطلبة ما تفوقوش في هذا الاختبار. خلاص خليكم معاي، يلا بينا خلينا نبدو فيديو اليوم كيف تطور من نفسك وتتحصل على اعلى درجة في الايلس سبيك. اهلا وسهلا بكم. قبل ما نبدأ طلب خاص، الرجاء سبسكرايب، اشتراك في القناة، وايضا لو عجبك الفيديو تضغط اللايك حتى يصل هذا الفيديو لاكبر عدد ممكن من المشاهدين ويستفيدوا من هذا الفيديو. وايضا طلب اخر واخير، لو عجبك الفيديو يا ريت تخلينا تعليق بسيط، او عندك اي استفسار تخلينا تعليق وانا حنشرف على التعليقات وحنرد بعون الله على كافة التعليقات اللي تجي. اوكي سو انت خلاص عقدت العزم انك تبي تدير امتحان الايلس، واختبار الايلس يعتبر اقوى نوع من الاختبارات في اللغة الانجليزية، يعني هو الاختبار الرسمي الموحد حول العالم اللي يقيم مستوى اللغة الانجليزية لديك. طبعا اختبار الايلس مسبب كوابيس للعديد من الاكاديميين حول العالم وخريجي الجامعات اللي يطمحوا انهم يخرجوا او يدرسوا في جامعات كندا، امريكا، بريطانيا، استراليا، الدول متحددة اللغة الانجليزية. فبالتالي انت لما يحطوا عليك شرط اللي هو اختبار الايلس وحسب التخصص متاعك حيطلبوا سكور محدد. وزي ما تعرفوا ديما ان سكورات كل ما كان تخصصك الاكاديمي اعلى كل ما سكور حيكون المطلوب اعلى. بالنسبة لطلبة الطب وايضا الهندسة والى اخره دائما يكون المتطلب فوق 6.5 في معظم التخصصات الاكاديمية العليا، فالطب 7.5 والنتيجة صعبة جدا. الكثير من الاصدقاء والكثير من الاصحاب والكثير من الطلبة اللي درستهم خلال السنة الماضية عانوا كثيرا من هذا الاختبار، وفي اللي فشل منه اكثر من مرة وحاول وحاول وما زال يفشل. والكثير من الاستفسارات دائما تجيني من الطلبة، يا استاذ كيف انا ممكن ندرس الايلس، نبي كورس يدرسني الايلس يجهزني الايلس. طبعا السؤال خطأ تماما، والكثير من الاشخاص ما فهموش بالضبط شن هي الفورمولا اوف سكسس، ذا سكسس فورمولا اوف ذا ايلس اكزام، كيف انا ممكن ننجح في هذا الاختبار. بالنسبه لي انا الحمد لله اقبلت على الامتحان السنه الماضيه، واليوم حنتكلم على one of the skills of the ايلس test، فقط one of the skills اللي هي speaking، لأن speaking skill هي أكثر نوع من المهارات اللي لاحظت خلال السنين الماضية أن الكثير من الطلبة عانوا منها، والكثير من الطلبة العرب حول العالم دائما يعانوا أكثر شيء من speaking skill، لأن listening reading are doable، يعني تقدر تحققهم، but the speaking تحتاج a lot of practice. فديما اللي يكون الخوف ديما من هو speaking skill هذه. أنا الحمد لله قبلت ودخلت على امتحان في ديسمبر، لأن كان أحد الشروط اللي احتجتها باش أني أكمل دراستي. عموما طبعا أنا وضعي مش زي وضعك يختلف تماما، ولكن أنا الحمد لله تحصلت على 9 out of 9، يعني the highest score you can get in an IELTS test في speaking. بس أنا بحكم أني ندرس في speaking وندرس في طلبة لسنين طويلة الحمد لله استفدت كثيرا من خبرتي هذه. بس رسالتي
او التيبس النصائح اللي حنعطيهم اليوم على كيف انت تجهز نفسك لي speaking الايلس speak. ما بيش نتكلم على الايلس exam كله، رقم ديروا له فيديو خاص وكل مره بناخذ مهاره. اليوم حنتكلم على الايلس speaking. اول شيء سؤال يجيني، اي مستوى لازم نكون باش انا نخش على امتحان الايلس ونجيب 7، جيب 7.5، يعني 7.5 7 في speaking. سؤال ما خطأ ولا يمكن إجابته أبداً، يعني ربما أنت تكون مستواك الأكاديميك لما نجي نمتحنك في اختبار في paper and everything ممكن يكون advanced but your speaking skills are not good، لكن مهاراتك المحادثة ليست ممتازة. فالفكرة هي مش في المستوى، هي الفكرة في أنك كيف أو كم. طبعاً هو لازم يكون مستواك متقدم شوية، هذا شيء لا جدال فيه، يعني مستحيل يكون مستواك يعني pre intermediate أو beginner بتجيب 7 أو 7.5 في speaking. فيفضل أن مستواك يكون عالي في اللغة الإنجليزية ودرست الكثير واستمرت في المستويات، بس في الكثير من الأشخاص ما درسوش يعني في الكورسات لكن مستواهم يوصل للسبعة 7.5. أهم شيء في speaking زي ما تعرفوا أنه هو 3 steps على speaking test. وأول step طبعا هو أبسط واحد فيهم، يعني أول سؤال حيكون personal، حيكون أسئلة شخصية personal questions، بينما step 2 حيكون cue card والكارد عليها أوصف شخص أو أوصف مدينة أوصف شخص تعرفه إلى آخره، وبعدين بيخش معك في أسئلة تانية. والسؤال والstep 3 هو الأصعب فيهم، لأنه بيسألك عليه هو topic يختاره هو، ممكن يكون أي topic في العالم. مرات حتى التعبير لو حد شخصي يسألك سؤال هذا باللغة العربية أنت مرات ما تعرفش كيف تعبر، فما بالك أنت بتعبر بلغة أخرى. فكيف أنا ممكن نقدر نوصل للمرحلة اللي نجلس ونجاوب على steps ونقدر فعلا أن نحقق نتيجة ممتازة 7 7.5 إلى آخر؟ هذا سؤال جدا مهم. أولا هما شوية tips بنعطوهم اليوم باش كيف أنا نقدر فعليا نوصل. أول شيء أنت محتاج لي a lot of practice، وهذه أهم شيء، وأنا ديما ننصح في الكل بهذا الشيء. تحتاج للكثير من التدريب، practice makes perfect، يعني تدريب أنك تمارس المحادثة. بس البراكتس هذه آخر خطوة أنت ممكن تنفذها. أول خطوة لازم تديرها باش تطور من القدراتك هي widen your vocabulary. This is the first step. Why? You need a big vocabulary bank in your mind. يعني تحتاج إلى مفردات كثيرة وكثيرة في عقلك. فأنت محتاج أنك تحفظ مفردات وتكون وتستعملها دائما. طبعا هذا الاستعمال هو ما يجي في البراكتس. كيف أنا ممكن نتعلم مفردات هلبا؟ أول شيء أنا ما نشجعش على فكرة أني نشد كلمات ونحفظها وإلى آخره، بل أني نشجع على فكرة أني نحاول مثلا نختار توبك معين ونهتم به شوية. يعني مثلا اخترت على الانفايرمنت، اخترت على البيزنس، البيئة أو البيزنس وإلى آخره، ونبدأ ندرس عليه. يعني كيف ندرس عليه؟ نقرأ مقالات، نقرأ كتب، نقرأ نخش على الانترنت في جوجل، نقرأ any type of blog، مدونات، مقالات، posts، أي مناشير على هذا الموضوع. وكل ما تجي كلمة جديدة أنا highlighted ونضيفها لقائمتي. طبعا الفوكابلوري أنواع، عندنا النونز وعندنا الأدجكتيفز وعندنا الفيربز، طبعا عندنا الأسماء وعندنا الصفات وعندنا الأفعال. فأنت محتاج للثلاث، ولكن أكثر شيء لازم تركز عليه باش تكون متقن هو النونز والأدجكتيفز. والأدجكتيفز جدا مهمة ترقي سكور متاعك. يعني أنت ضروري ما توسع مفرداتك وتوسع الصفات. يعني مثلا لما نبي نقول the car is nice، it's a good car، هذا جدا جدا استعمالي محدود لصفة good and nice. There are other words، في هلبة مفردات أخرى نقدر نستعملها بدل ما نقول nice and good. وهنا المستوى يختلف، يعني ما بين 5 or 6 ولا ما بين شخص في 7 and 8 يختلف في طريقة شنو الكلمات اللي استعملهم.
طبعا الاختبار مش مطلوب منك انك تستعمل كلمات كبيره ومعقده وصعب حتى تحفظها باش تتباهى بها، هذا خطا. هم يبوا كلمات يتم استعمالها واقعيا وشائعه لدى الكل، ولكن انك تستعمل كلمات مختلفه تبين لهم، تستعرض عضلاتك في الاختبار انك انا عندي الكثير من المفردات. لكن من الاخطاء الشائعه اللي يسوي فيها الكثير او يديروا فيها كثير من الطلبه لما يخشوا الامتحان او ممتحنين، انه يقولوا يعني مثلا بنستعرض عضلات، يجيب كلمات صعبه ومعقده ويبدا هو الصعب يتهجها ويتعب نفسه في الامتحان ويبدا منظرك مش لاق قدام الممتحن بتات. تمام، فهذا اول شيء لازم انت تطور من نفسك فيه. نمبر 2 طبعا وهو احد المتطلبات ايضا الجرامر. الجرامر طبعا احنا دراستنا الجرامر في العالم العربي يختلف شويه ويكون فيها اخطاء هلبة شائعه يعني نحفظه فيه وتمت قواعد احفظ وجاوب اسئله وخلاص، لكن هي الفكره كيف انك تطبق الجرامر في السبيكينج بتاعك، يعني كيف تستعمل الباست كونتينيوس صح، تستعمل الباست سمبل بطريقه صح، تستعمل الفيوتشر كونتينيوس احيانا. فهم الممتحن حيركز جدا جدا على الطالب اللي قدامه او الممتحن او الشخص اللي جاي يمتحن او سبيكر شنو نوع الجرامر اللي يستعمل فيه. لازم يكون في جرامر فاريشن، يعني لازم يكون في تغير، يعني مثلا بدل ما تستعمل طيله حديثك تستعمل في باست سمبل بس، انت بتتكلم في الماضي تكلم استعمل باست سمبل، استعمل باست كونتينيوس، استعمل باست بيرفكت. ضروري ما تغير انواع القواعد اللي بتستعملها، لازم تستعمل الاف كونديشنلز، لازم تستعمل اللينكرز بطريقه سليمه وصحيحه وتنوع، مش بط بيكوز سو بس، لا لازم تستعمل therefore even though regardless of الى اخره، تستعمل لينكرز يكون لها هيبه شوي. فكل الامور هذه في الجرامر تحسب لك. يعني مثلا بس برضو ايضا ما تكترها شوي، يعني كيف يقول معظم الممتحنين او ممتحني الايلس اكزام او الايلس اكزامينرز معظمهم يقولوا في كلمه شهيره we need grammar variation but don't overdo it، يعني ما تكترهاش فوق اللزوم. يعني مش انك مثلا بس تجاوب سؤال لازم تدخل لي الكونتينيوس والسمبل والبرفكت والكل، حيكون الاجابه حتكون مش طبيعيه بكل، it's not natural. اوكي، فانت لازم تستعملها بطريق سليم وتنوع بس ما تكترهاش، يعني دائما خلي القواعد الاساسيه هي الاكثر بروزا وبعدين ندخل معها القواعد الثانيه. يعني القواعد الاساسيه اللي نستعمله فيها مثلا لما بنتكلم على حدث في الماضي حيكون past simple هو اللي حيكون معظم حديثي نستعمل فيه، مره مره ندخل continuous ندخل perfect الى اخره، بس past simple حيكون هو سيد الموقف لو فهمته فكرتي. ثالث شيء مهم جدا الهيزيتيشن، وهذه تجي مع الكونفيدنس. يعني مثلا في فرق بين هيزيتيشن يكون شو معناها هيزيتيشن، معناها التردد، يعني البوز زعما طريقه البوز وانت تتكلم تختلف جدا. يعني مثلا لو انا مثلا درت بوز طبيعي جدا كمتحدث، فور اكزامبل وات دو اي لايك، مثلا جاني سؤال قال لي وات يو لايك دوين ان ذا ويكندز، وانا نحتاج شوية وقت نفكر كيف الطريقة المناسبة اني نقعد ساكت او نقول او ندير لقطة بكل سهولة. شن تدير؟ اول شيء تعاود السؤال، مثلا تقول اوكي so what do I like doing in the weekend well I really enjoy، بعين جاوب تفكر، انت تفكر وانت تقول في الكلمات هذه. فتختلف طريقة الهزيتيشن متاعك بين a good speaker وبين شخص حافظ حفظ وجاء سؤال ما كانش متوقعة وجلس ساكت أو يقول تختلف. يعني خليك طبيعي، خليك ناتشرو، كأنك أنت تتكلم باللغة العربية متاعك. لما تدرس تكون جالس مع الأصحاب وإلى آخره وتتكلم وتتكلم وتتكلم، خليك طبيعي. الممتحن يريد شخص طبيعي يتكلم قدامه، مش شخص حافظ، مش شخص جاي يمتحن. فضفض، هدرس، تكلم. الشيء الرابع اللي لازم تديره، وهذا انا نشوف فيه اساسي جدا، هو طور مهارة الليسنينج. الليسنينج هي المهارة الاساسية ليك، فطورها هي قبل وبعدين سبيكينج بتاعك حيتطور. ليش؟ لان البرونونسيشن النطق واللي هو يعتبر واحد من اهم
او مش واحد من اهم، واحد من الاعمده الاربعه اللي قيموا عليها في السكور هو البرونانسيشن، النطق. فالنطق مش معناها الاكسنت، على فكره الاكسنت مش مهمه، يعني مش لازم انت speak the true British accent or the American accent or the Australian accent، حتى بإنديان English or Egyptian English you are more than fine أو Arabic English اللي هو، المهم اللهجة مش مهمة عندهم، لكن pronunciation يكون صح. يعني ما تجيش تقول لي تغير لي كلمة تماما، pronunciation P تحتها حقها park not bark، نطق الشا والشا تكون في الأماكن الصحيحة. فكيف انت حتطور البرونسيشن؟ كثير يقول لا عندي تطبيق وكل يوم نفتح في كلمة ونسمع. اوكي انت لو ماشي معك شيء هذا اوكي، بس انا شخصيا نشوفه غير عملي الموضوع، لان انت هيك خليت اللغة الانجليزية هلبة معقدة وخليتها علم وكداش كلمة يعني بتسمع. افتح تفرج على افلام برامج فيديوهات، طور من نفسك من ناحية هذه. كل ما تسمع اكثر كل ما البرونسيشن يدخل لمخك، انت تبدأ تحفظ تلقائيا من غير ما انت تحس. يعني كل يوم تسمع كلمة مثلاً park park، خلاص عقلك بيقول لما تجيب تقراها أم تقولها بتقولها بالطريقة السليمة. comfortable congratulations، كلمات هذه يعاني منها الكثير من الطلبة دي ما نعرفهم. فلو أنت تسمع أكثر من مرة من مرة من مرة تلقائياً أنت حتصبح متقن للpronunciation، تبدأ تصبح you pronounce the words correctly. okay، ف ضروري جدا 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 انك تطور مهارتك لسانك. تمام، طبعا انا كلامي موجه للأبها انتميديت ستودنتس، اقل شيء يكون مستواك أبها انتميديت لو انت تبي 7 سكور او 7 and a half في الايلتس اكزام. اقل من أبها انتميديت it's very difficult، I'm not saying impossible، it's very difficult باش تجيب 7 7.5. فانت صح خش كورس تطور مستوياتك، لو انت ما تبيش تخش كورس تأكد أن لغتك الإنجليزية متطورة، بقى كيف أنا نتأكد وكيف أنا نتدرب إليها؟ Very simple. أول شيء حديره لما تعتقد أنك تعلمت من الكلمات وتبي الآن تصبح تتدرب، you need a lot of practice، تحتاج للكثير من التدريب، مش هو اختبار علمي باش تجلس له في 3 شهور 4 شهور تقول نحفظ ناخذ أسئلة ونبدأ نطبق فيها. لا، join a conversation class، انضم إلى conversation class، حاول تشوف في مدينتك أي دورة أو كورس محادثة، وحاول أنك تستمر فيه لشهور طويلة. يعني ممكن حتى لو أنا نصيحتي يعني حتى سنة ممتاز، سنة conversation class is perfect it's very good لو أنت تبي سكور 7 7.5. في اللي ممكن 6 months تكفيه، في اللي 7 months، مهم شنو ندير، لازم تمشي أنت وتطبق و practice as much as you can in that conversation class. علاش الconversation class حيكسبك مهارات هلبة، مش مرات انت ما تستفيدش هلبة من كلمة يعني كعلميا محتوى علمي، بس حتستفيد وانت من غير ما تدري. اول شيء يكسر حاجز الخوف، وهذا اهم شيء في امتحان speaking، تبدأ تتكلم بطريقة طبيعية جدا as if it's your native language، يعني تتكلم كأن هذه هي فعلا لغتك الام بدون اي اشكاليات او الاخر. خلاص تبدأ تستريح تماما مع الكورس اللي انت ماشي بيه. وايضا وانت من غير ما تدري حتكون تتعلم في كلمات جديدة يوميا يوميا، وانت تتكلم تتعلم في كلمات جديدة، حتتكلم عن مواضيع مختلفة مش موضوع مخصص، فهذا كل المواضيع المختلفة هذه حتطور لك من مستواك التعليم. خلاص بعد ما درت البراكتس you are more than ready now to go into your IELTS exam test. لما بتخش لامتحان الايلتس الان بعد ما درت البراكتس وتعتقد ان مستواك التعليمي يتطور هلبة او كثير، الان انت شو حتدير؟ حتبدا في الايلتس ماتيريال براكتس، يعني تاخذ الايلتس ماتيريال بتاع سبيكينج توبكس الكاردز، وتبدا تشوف تحاول تطبق بروحك حتى بنفسك، حتى بنفسك لو عندك زميل دراسة افضل، بس حتى بنفسك يعني تجلس تاخذ الاسئله وتبدا تجاوب على نفسك بها. يعني متى describe personality تحاول انك describe، ودير تايمر لنفسك لان في تايم في الاختبار، وانا حنشرح باذن الله فيديو بالضبط كيف آلية الاختبار كامل. تبدا تتكلم مثلا عليه environment، تحاول انك تتكلم تصلح اخطائك. طبعا ننصح جدا بالrecording، تسجل الكلام كل الحديث عشان انت تعود تسمع لحظه بلحظه.
أوكي خلاص اليوم حنوقف في هذا الموضوع الآيلتس سبيكينج، على أمل أن نستمر في هذه السلسلة طريقة جميلة جدا في next videos بعون الله تعالى. So please follow this channel if you like the video and you want to learn more about how to become a better English speaker. Subscribe to the channel and like, guys. See you next time.